عمراني دوستات عمراني دوغي سيبيس دوغي هاو دوغي هاو سقلي لا تريبون حمو كابوري سقلي كابوري نجيم شكون تلقى كابوري ها العلوي وتكريم ايضا السيد الباشا مدينه القنيطره وبلك السعيد من طرف رئيس المجلس البلدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تشكر الاخوان ديال الصحافه على هذا اللقاء هذا، وهذا اللقاء خاص بالكره الحديديه ومهرجان القنيطره اللي دار في تقريبا واحد ثلاث اسابيع. كان المهرجان البرنامج ديالو كان على فئتين، اولا فئه الرجال الثلاثي وفئه النساء الثنائي، واللي كان برمج يوم السبت بالنسبه للرجال، بالنسبه حتى الاقصائيات غتكون حتى الربوع النهايه، وما تبقى يوم الاحد صباحا بملعب الكره الحديديه بولاد وجيه، كذلك حتى بالنسبه للثنائي ديال النساء. حقيقة الأمر أنه أول مهرجان في الكرة الحديدية اللي عرفته جماعة في المغرب، لأنه كان استثناء بالنسبة للقنيطرة وكان تميز، وتنعرفوا أن بالنسبة للجماعات تيساعدوا بالنسبة للفرق ديالهم ديال الكرة الحديدية، ولكن ما عمرهم داروا بحال هذا المهرجان ولا هذا الدوري بحال هذا الشكل هذا. التميز كان أنه بعد المساعدة كانت دارت شراكة ما بين جماعة قنيطرة وما بين العصبة ديال الشمال الغربي اللي تترأسها سي محمد الحضان، على أساس أنه تعطى لكل نادي تعطاه 10,000 درهم كمساعدة للنادي، فيما يخص أولا باش تيدير الدوري ديالو السنوي، وكذلك حتى بالنسبة للسفر، وهذا مبلغ بسيط عادي، لأنه بالنسبة للنوادي على الأقل بالنسبة لكل دوري تتقام عليهم على الأقل بواحد 15,000 حتى 20,000 درهم بالنسبة لكل دوري هذا السنوي. وزيد على ذلك بالنسبة لهذا الشيء السفريات كل حد وسميتو عليه، وهذا تيكون غير من مالهم الخاص. فارتأت الجماعة على أساس دير أن هذه الشراكة هذه، وخصات فيما يخص الدوري دار فيه واحد 30,000 درهم باش دير هذا الدوري، ويكون ان شاء الله الرحمن الرحيم مهرجان سنويا، وهذه كانت هي النسخه الاولى.